Another species of flagellata include hemoflagellata. Stages or morphology of hemoflagellata include four stages, like amastigote, bromastigote, amastigote, bromastigote, epimastigote, and trigomastigote, based on many criteria can be differentiated between this different stages, like amastigote, bromastigote, epimastigote, and trigomastigote. This typical shape of the previous stages, amastigote, it is circular, it is rounded and oval shape. There is a posterior nucleus and there is a kinetoblast anterior, no flagella. In order to differentiate between amastigote from another hemoflagellate stages like bromastigote, epimastigote, and trigomastigote. بالنسبة للفلاجيلاتا كلاس يتعنى المين اوف موفمنت للفلاجيلاتا هو الفلاجيلا او الفلاجيلا. اكثر من سبيشيز كان عندي للفلاجيلاتا حتى اميز بيناتها يعني الكلاس الواحد قلت حتى اميز ممكن هذا الكلاس يضم لي اكثر من سبيشيز حتى اميز بيناتها اقسمهن الى مجاميع على اي اساس؟ على اساس وجودها داخل الهوست. شلون الاميبات ميزت بينات انتستينال واكسترا انتستينال سبيشيز؟ ايضا رجعت للفلاجليتا قسمتها انتستينال اكسترا انتستينال سبيشيز والانتستينال وضحتها من هي اللي كانت اللي هي جاردين لامبريا كومونس هومينيس كايلوماستيك ترتومونس انتستيناليس أو إلى آخره. بينما الأكسترا انتستينال سبيشيز أخذنا التراكوموناس باجينالس وأخذنا تراكوموناس تيناكس بالماوث. أذر عندنا الهيموفلاجيلات أو البلد سبيشيز. بينما بالأميبات بالساركودين يعني إذا أخذ بلد سامبل أو بالنسبة للبلد بشكل عام ما ألاحظ بي ساركودين. وين موجودة؟ قلت ما سجلت منها سبيشيز تكون بلد سبيشيز تستهدف البلاد لغرض المالتيبليكيشن مقارنة بالسم اوف فلاجيليتا. بينما من جيت للفلاجيليتا كلاس لاحظت سبيشيز شو تكون بيها؟ تكون هيموفلاجيليت. واضح؟ انا اخذت الانتستينال سبيشيز واكسترا انتستينال سبيشيز عندي انذر الهيموفلاجيليت. هذا هنا الاختلاف قلت باللوكيشن او بالموقع مال اللي يستهدف الباراسايت بداخل الهوست يسهل لي الديتكشن من خلال شنو؟ هنا السامبل اوف ديتكشن راح تختلف او الدايجنوزيس. يعني انا مثل ما طفيلي يكون انتستينال يختلف عن طفيلي يكون بالبلاد او طفيلي يكون مثلا باليورينري بلادر او باليورينري سيستم بشكل عام. هنا راح تختلف التايب اوف سامبل او طفيلي هنا راح تارجت للسكن مثل الليشمانيا تروبيكا وغيرها. هنا هذا راح يختلف بالبداية أكيد راح تختلف الكلينيكال مانيفستيشن وهذا يقودني للسوتابل دايجنوزز وبالتالي للفاينال ريزلت أو تعرف على الطفيلي والنتيجة النهاية أوصل للسوتابل تريتمنت. فمن ذكرت الفلاجليتا قلت عندي ثلاث مجاميع، المجموعة الانتستينال كملتها مثل الجارديا لامبليا والترايكوموناس من مجموعة الأكسترا انتستينال سبيشيز اللي قلت شبيها التايب اوف سامبل إلها. بالنسبة للفيميال راح تكون فاجينال ديسشارج ويورين، وبالنسبة للميال راح يكون السيمينال فلويد واليورين. بالنسبة للفلاجيليتا عندي بعض السبيشيز راح تكون بلاد سبيشيز موجودة وين تستهدف البلاد فيزلز هناك لغرض المالتيبليكيشن. فهذا السيركوليشن او البلاد من يتحرك بالبودي راح تلقائيا ينقل الطفيلي
ايش بيه ينقل الطفيلي وياه. ليش استهدفته؟ ممكن هو سوتابل ميديوم للمالتيبليكيشن البلاد يشكل لها، او ممكن بعض السبيشيز مالت والاستيجات راح تكون without mean of movement مثل اماستيجوت، فهذا اوبليجيتوري راح يكون انتراسيلولار. من يتحرك هاي البلاد سيل، من تتحرك اثناء سيركوليشن راح تحرك الطفيلي ويوصل للسوتابل اورجان. هاي ايضا من المميزات اللي خلتها تكون بلاد سبيشيز. فكم سبيشيز عندي؟ منعتها عندي سبيشيز الليشمانيا من الهيموفلاجيلات والتريبانوسوما. هنا يعني بالكاسز السابقه او السبيشيز السابقه اتعاملت ويا المورفولوجي سيس وتروفوزويت، بعضها تملك سيس وتروفوزويت وبعضها فقط تروفوزويت وذاو سيستيك ستيج لايك تراكوموناس بثري سبيشيز، تراكوموناس فاجيناس، تراكوموناس دينكس اند تراكوموناس هومينس. هنا بالهيموفلاجيلات لا بعد ما عندي سيس وتروفوزويت، عندي فور مورفولوجيكال ستيجز او فورمس اللي هي الاماستيغوت والبروماستيغوت والابيماستيغوت والترايبوماستيغوت. هنا على اي اساس اميز بين ذني الاربعه ستيجز اللي هنا بالهيموفلاجيلات؟ اولا وجود وعدم وجود الفلاجيلم، بريزنس اند ابسنس اوف فلاجيلم، اللي هو راح يكون غير موجود بالاماستيغوت وموجود بالبروماستيغوت وابيماستيغوت وترايبوماستيغوت. اذر الشيب اوف ستيج اللي هي راح تكون راوندد او اوفال شيب بالنسبه للاماستيغوت، بينما البروماستيغوت والابيماستيغوت والترايبوماستيغوت راح تكون سبندل شيب. اذر لوكيشن مال النيوكلياس مثلا هنا راح يكون بوستيرير، ترابوماستيغوت راح يكون بالسنتر، بروماستيغوت راح يكون بالسنتر، ابيماستيغوت ايضا راح يكون بالسنتر. اذر وجود وعدم وجود بريزنس اند ابسنس اوف اليو ام اور الانديوليتنج ممبرين والغشاء المتموج، غير موجود بالاماستيغوت، غير موجود بالاماستيغوت والبروماستيغوت، لكن موجود بالإبيماستيغوت والترايبوماستيغوت. أذر قلت اللوكيشن مات الكاينيتوبلاست، الكاينيتوبلاست راح يكون بوستريرلي بال، طبعا الكاينيتوبلاست راح يشكل لي المحرك لل أو الطاقة المجهزة لحركة السيتوبلازم، كون هاي الاوردر من اسمه كاينيتوبلاست ترجع الى اوردر الكاينيتوبلاست دي. هذا اشكالها. الاماستيغوت مثل ما ذكرت راوندد او اوفال شيب بوستيرير نيوكلياس، انا الاحظ ماكو فلاجيلم، ريمين اوف فلاجيلم اسميه بالاكسونيم. هالشكل هذا تركيب الكاينيتوبلاست. اذر لاحظ البروماستيغوت سبندل شيب، تغير الشيب مالته، الفلاجيلا موجود، فلاجيلا نيوكلياس تكون بالسنتر هالشكل هنا مكانها. اذر ماكو غشاء متموج لا بالاماستيغوت ولا بالبروماستيغوت هالشكل. طبعا هنا بالهيموفلاجيلات راح تكون فقط اسكشوال مالتيبليكيشن، تتكاثر باينري ديفيجن وكومبلكس لايف سايكل، راح تحتاج تو هوست الهيومن واذر مامالز راح تكون فيرتبريت هوست، والانسكت راح تكون هي الانفيرتبريت هوست. فالانفكشن اكر وذ هيموفلاجيلات وذ بايت اوف انسكت. من تتغذى هاي الحشرات راح شي يكون ويا البلاد ميل او ويا وجبة الدم، راح تاخذ من الهيومن الستيج اللي متكاثر بداخله، وبنفس الوقت يكمل تكاثره الانسكت ويعطينا الانفكتيف ستيج. تستمر هاي الحشرة تتغذى طبعا على الماموس مثل ما تاخذ او البيرتبريت مثل ما تاخذ وجبة الدم، طبعا
تحقن سلالم، هاي شبيهة بها أنتي كوغيولانت، تسمح بنضوح الدم خلال البروبوسيس. فأثناء ما تحقن راح تنطي هاي المادة تكون ملوثة بالإنفكتيف ستيج، وهنا حسب السبيشيز، مثلا قد يكون هو بروماستيغوت بحالة الليشمانيا، أو قد يكون الترايبوماستيغوت بحالة التريبانوسوما، وأيضا راح يختلف الروت أوف ترانسميشن بالنسبة لل طريقة أخذ الانفكتيف ستيج بالنسبة للتريبانوسوما أو الليشمانيا. وأيضا بنفس بين الليشمانيا أو تريبانوسوما أكو اختلافات موجودة بتوين أو بين السويشز. الإبيماستيغوت راح ألاحظ ظهور الغشاء المتموج، طبعا هو سبيندل شيب، نلاحظ النيوكياس موجودة. الظهر عندي اختلف عن البروماستيغوت، هو ظهور الغشاء المتموج. ألاحظ الترايبوماستيغوت، من اسمه ترايبوماستيغوت هو تيبيكال شيب للهيموفلاجيليت، تيبيكال شيب أو أسميه الطور المثقبي. مثل ما نلاحظ هنا الكاينيتوبلاست كان شنو كان بوستيرير وانتيرير الفلاجيلا، نلاحظ الغشاء المتموج شبيه اطول، يكون ممتد على طول الستيج، من يبدا من الكاينيتوبلاست وينتهي وين يكمل، يكمل على امتداد الفلاجيلا. ليش؟ لان هالشكل هنا الكاينيتوبلاست كان بوستيرير، فهنا راح يزود او يجهز طاقه للغشاء المتموج وبنفس الوقت لحركه الفلاجيلا هالشكل. ايضا النيوكليوس هنا راح تكون بالسنتر. انا عندي تو سبيشيز بالنسبه للهيموفلاجيلات، عندي الليشمانيا او عندي التريبانوسوما. بالنسبه للليشمانيا عندي الليشمانيا وتريبانوسوما. الليشمانيا ايش راح يكون هنا حسب الديفلوبينج مالته او التطور، يعني يبدا من يبدا بالاماستيغوت الليشمانيا. الليشمانيا راح الاحظ بالمورفولوجي مالتها اماستيغوت وبروماستيغوت، بينما الديفرنت شيب من راح الاحظهم بالتريبانوسوما، لذلك سميتها التريبانوسوما كون وصلت بالديفلوبمنت مالتها للترايبوماستيغوت. بالليشمانيا مثلا هنا راح يكون البروماستيغوت هو الانفكتيف ستيج، اللي هن ثلاثة الليشمانيا تروبيكا، الليشمانيا دنوفاني والليشمانيا برازيلنسيس، بينما الأماستيغوت راح يكون دايجنوستيك ستيج، أيضا اللي هن ثلاثة الليشمانيا تروبيكا، الليشمانيا دنوفاني والليشمانيا برازيلنسيس. بحالة التريبانوسوما بروسي سواء جامبيان سليبينج سيكنس أو روديسيان سليبينج سيكنس، راح يكون الترايبوماستيغوت هو الانفكتيف ستيج وهو الدايجنوستيك ستيج، بينما بحالة التريبانوسوما كروزي اللي هي الأمريكية ايش راح يكون؟ راح يكون الانفكتيف ستيج ترايبوماستيغوت والدايجنوستيك ستيج أربعة، هنا ألاحظ الأماستيغوت والبروماستيغوت والإبيماستيغوت والترايبوماستيغوت. ليش؟ لأن هنا حتى يوصل الطفيلي بالديفلوبينج مالته للترايبوماستيغوت لازم موجود هو الأماستيغوت حتى يتطور لمن يوصل مرحلة الترايبوماستيغوت. لذلك تكون قلنا الليشمانيا هي أقل تطورا من التريبانوسوما. ليش؟ لأن فقط بدأت بالأماستيغوت والبروماستيغوت. هذا التيبيكال شيب للترايبوماستيغوت، مثل ما لاحظت سبندل شيب، ألاحظ الغشاء المتموج وأنتريور فلاجيلوم، أيضا النيوكليوس موجودة. الليشمانيا مثل ما ذكرت أنا قلت الهيموفلاجيلات راح تتضمن لي تو سبيشيز اللي هي الليشمانيا والتريبانوسوما. الليشمانيا كم سبيشيز من عتها؟ الليشمانيا تروبيكا، الليشمانيا دونوفاني والليشمانيا برازيلنسيس. ثلاثة هن المورفولوجي بروماستيغوت وأماستيغوت. بالنسبة للليشمانيا تروبيكا causes of cutaneous leishmaniasis، هذا كساينتفك نيم للديزيز. كمان نيم للديزيز إذا سامعين نسميها بغداد بويل أو حبة بغداد أو أورينتال سورة ويسموها حبة حلب حبة نيو إلى آخره من التسميات الشائعة. ليشمانيا دنوفاني اللي هي فيزر الليشمانياسيز أو الإحشائية، والكلا أزار أو البلاك فيفر أيضا أسميها. فهنا كل سبيشيز من الليشمانيا الديزيز مالته إلى scientific name
وأيضا إلى كمان أيضا أسميها بالدمدم فيفر الليشمانيا دونوفاني. أذار الليشمانيا برازيلينسيس causes of mucocutaneous leishmaniasis. كمان نيم اسبونديا يوتا هذا الهم. فهنا بالليشمانيا كلها سبيشيز راح يكون البروماستيغوت هو الانفكتيف ستيج والاماستيغوت هو الدايجنوستيك ستيج لكل السبيشيز. وانفكشن اكر وذ بايت اوف انسكت يا انسكت الساند فلاي. هنا الساند فلاي او ذبابه الرمل او الحرمز هي اللي راح تكون الانفيرتبريت هوست للليشمانيا. فتكون فليبتوماس بوبتاسي بحالة الليشمانيا تروبيكا، فليبتوماس إرجبتز بحالة الليشمانيا دونوفاني، ولا تزوميا بحالة الليشمانيا برازيلينسيس. الليشمانيا تروبيكا أو الليشمانيا الشرقية موجودة عندنا بدول آسيا، أيضا الليشمانيا دونوفاني بصب سبيشيز الليشمانيا إنفانتم موجودة عندنا أيضا بالعراق. الليشمانيا برازيلينسيس هكون الناقل موجود بدول أمريكا اللاتينية وغيرها، فسميت بالليشمانيا برازيلينسيس causes of mucocutaneous leishmaniasis. فهنا الانفكتيف ستيج with بايت انسكت راح يكون البروماستيغوت. Another species is Trypanosoma. Trypanosoma منها two subspecies: Trypanosoma brucei و Trypanosoma cruzi. Trypanosoma brucei راح تكون سبب لي disease أو Trypanosomiasis الأفريقي أو sleeping sickness. بينما Trypanosoma cruzi راح يسبب لي النوع الأمريكي أو Chagas disease. كم صنف سبيشيز عندي من التريبانوسوما بروسي؟ عندي تريبانوسوما بروسي جامبيانس وتريبانوسوما بروسي روديسيانس. causes of جامبيانس sleeping sickness وروديسيانس sleeping sickness. هنا راح يكون الناقل مختلف اللي هو التسيت سي فلاي بالنسبة للتريبانوسوما بروسي. التسيت سي فلاي in the case of جامبيانس sleeping sickness هي الجلوسينا بال بالس، بينما in the case of روديسيانس sleeping sickness راح تكون جلوسينا مورسيتانس. بينما تريبانوسوما كروزي لا هنا راح تكون أمريكية، فالناقل إلها أو الـ invertebrate host أو الـ insect راح تكون هي الترايتوما انفستانس اللي تسمى بالكايسينج باج او البقى المقبل كونها تارجت لللبس اوف بيشنت اور هوست. هاي السبيشيز اللي راح تنشمل بالهيموفلاجيليت. بالنسبه للليشمانيا تروبيكا عندي تو سب سبيشيز: الليشمانيا تروبيكا ماينر والليشمانيا تروبيكا الميجر اللي هي تكون دراي الميجر وبينما تكون سوري الماينر بينما الميجر تكون ويت. فالليشمانيا تروبيكا كوزز اوف كيوتينس ليشمانياسيس او ما يعرف الشائع حبه بغداد او اورينتال سور او حبه دلهي سور حبه حلب ايضا التسميه حسب البلد اللي شيع بها استخدامها. نار مورفولوجي بالنسبة للليشمانيا من أتحدث عن الليشمانيا أقصد الثري سبيشيز اللي هي الليشمانيا تروبيكا الليشمانيا دونوفاني والليشمانيا برازيلينسيس. الشكلين ثلاثة راح يشمل الأماستيغوت ستيجز والبروماستيغوت ستيج. الأماستيغوت راح يكون هو الدايجنوستيك ستيج والمالتبلاي بالهيومن بأسكشوالي باي باينري ديفيجن ويكون obligatory intracellular. ليش؟ راح يستهدف الماكروفاج حتى يتكاثر به، طبعا ياخذه بالانجولفيشن كفورين بودي وتتم عملية المالتبليكيشن. فهنا كونه ماكو مين اوف موفمنت ماكو فلاجيلم بيكون راح يكون وين راح يكون obligatory intracellular هو عنده باراسايت الليشمانيا ككل. بينما فهنا بالهيومن بالنسبة للثري سبيشيز الليشمانيا تروبيكا الليشمانيا دونوفاني الليشمانيا برازيلينسيس هنا راح يكون الدايجنوستيك ستيج. بينما الانفكتيف ستيج اللي يجيك من الانسكت هو منو البروماستيغوت. البروماستيغوت مثل ما لاحظ سبيندل شيب نيوكلياس بالسنتر وانتيرير موجود الفلاجيلوم والكاينيتوبلاست. ليش الكاينيتوبلاست يكون انتيرير؟ كل ما يكون قريب من الفلاجيلوم حتى يجهزه بالطاقة. فهنا أيضا يتكاثر بالباينري ديفيجن بس وين بالمدقط مالت الانسكت. ليش؟ حتى توفر للرو وسبيشالي فيميل اوف انسكت اور ساند فلاي. شنو السبب انه الفيميل هي اللي
يتكاثر بداخلها الطفيلي ما يتكاثر بداخل الميل؟ هذا سؤال يبقى لكم وانتظر اجابته ككويز طبعا. عفو دكتور ولو قاطعتكم دكتور، الجواب يكون ان شاء الله على كلاس ونسلم المختبر الباراسايت. سلم لي على المختبر الباراسايت كديوتي، هو والديوتي السابق. تمام دكتور، شكرا. فراح يتكاثر هنا بالباينري ديفيجن بداخل الانسكت. لايف سايكل هنا راح تكون كومبلكس لايف سايكل بالنسبه للهيموفلاجيليت. بالبدايه الليشمانيا، من اقول الليشمانيا اقصد الثري سبيشيز، الليشمانيا تروبيكال، الليشمانيا دنوفاني، او الليشمانيا برازيلنسيس. هنا هسه باللايف سايكل انا راح اميز لك شلون راح تتم، واميز كيوتينس ليشمانياسيس، فيزرال ليشمانياسيس، وميوكوكيوتينس ليشمانياسيس. طبعا الانسكت اللي هي ساند فلاي، ساند فلاي اوف جيناس، هذا الكومن نيم لها ذبابة الحرمز او الرمل، بس ساينتفك نيم لها ايش راح تكون؟ راح تكون فليبتوما سبوباتاسي بحالة الليشمانيا تروبيكي للكيوتينس ليشمانياسيس. راح تكون فليبتوما ارجبتس للليشمانيا دونوفاني كوزز اوف فيزرال ليشمانياسيس. وراح تكون لاتزوميا بالنسبة للليشمانيا برازيلنسيس causes of mucocutaneous leishmaniasis. تجي الحشرة لغرض أخذ وجبة الدم، إيش راح تحقن؟ infective stage البروماستيغوت هالشكل. هذا البروماستيغوت سرعان ما شي يصير له، باعتبار شلون ما نقول فورين بودي أو جسم غريب دخل، إيش راح تاخذ؟ طبعا with blood meal تجي الحشرة أن تتغذى تاخذ وجبة الدم، بالبداية شو تسوي؟ تحقن مادة أنت كأنت كوغيولنت حتى شنو تسمح بنضوح الدم خلال البروبوسز أو خطم الحشرة. فهنا أثناء ما تحقن هاي المادة إيش راح تحقن؟ تنطي البروماستيغوت. هذا البروماستيغوت يصير لعملية إنجولفيشن، راح يبتلع الماكروفاج على أساس إنه شبيه، على أساس إنه جسم غريب هالشكل، يبتلع الماكروفاج. من يفتلع الماكروفاج ايش راح يكون؟ راح يفقد الفلاجيلوم مالته، يتحول للاماستيغوت. هذا الغرض من عنده. فهنا بعمليه الانجولفيشن، فانه هو شلون ما نقول هذا الطفيلي اوهم الماكروفاج شنو؟ على اساس انه هو جسم غريب، فأخذ الماكروفاج شلون ما نقول بالخدعة بعملية الفيجوسايتوسيس، سمح بدخوله. هنا ايش راح يسوي هذا الطفيلي؟ يحطم هاي الميكانيزم الفيجولايسوزوم اللي خاصة بعملية البلعمة، يعني شلون ما نقول ينهي الوظيفة الأساسية للماكروفاج ويحوله بصالحة. هاي كطريقة للإميون إيفيجن، تحاشي الجهاز المناعي من قبل الطفيليات مثل ليش؟ مثل الليشمانيا. ايش سوت هنا بهاي الطريقة؟ تكاثرت بداخل خلايا الجهاز المناعي نفسيتها، حتى شنو؟ حتى تتحاشى الجهاز المناعي، بحيث هذا الماكروفاج من يتحرك ويا السيركوليشن بالبودي مال الهوست ما يتعرف عليه الجهاز المناعي كجسم غريب، لا، ماكروفاج ويتحرك اعتيادي بالسيركوليشن، بس هو بداخله كشكلا، بس هو بداخله حامي او حامل للطفيلي. فقلت هنا من يدخل بعمليه الانجولفيشن راح يتحول للاماستيغوت ويتكاثر بالباينري ديفيجن اسكشوالي، كله اسكشوالي التكاثر. يعني احنا شلون الديفينيشن خذينا؟ قلنا انترميديت هوست وديفينيتيف هوست بالنسبه للكومبلكس لايف سايكل ان كونديشن. بالديفينيتيف هوست راح يكون سكشوال مالتيبليكيشن مو، والانترميديت هوس انوج اسكشوال مالتيبليكيشن اكر. هنا ما عندي سكشوال مالتيبليكيشن، فقط اسكشوال مالتيبليكيشن، فصحيح عندي هي كومبلكس لايف سايكل. ليش؟ لان انا الشرط مالت الكومبلكس لايف سايكل قلت تو ديفرنت سبيشيز، هنا حقق لي اياها كومبلكس لايف سايكل. ليش؟ لان بين الهيومن ديفرنت، منين ديفرنت؟ من الساند فلاي او الانسكت، واضح. بس هنا شنو الاختلاف؟ الاختلاف بالهوست، لكن اللي راح يصير عن الكومبلكس لايف سايكل جماعه الانترميديت هوست والديفينيتيف هوست اللي ميزتهم، هناك اكو سكشوال مالتيبليكيشن، هنا ماكو سكشوال مالتيبليكيشن. فما راح اقول انترميديت هوست وديفينيتيف هوست على عود على اساس السايز او شيء، لا، هنا حقول فيرتبريت هوست اللي هو الممالس مثل الهيومن الدوغ او الرات المايس غيرها، وعندي الانفيرتبريت هوست هي جماعه الارثروبود او الانسكت.
هالشكل. فهنا راح تميز من تقول كومبلكس لايف سايكل تحتاج فيرتبريت وانفيرتبريت هوست. فبعد ما يتكاثر هذا الطفيلي، طبعا هنا راح تدخلي مجموعه للتوضيح، هو راسم لك بروماستيجوت واحد للانجكشن. لا من راح يدخل اكثر من بروماستيجوت كانفكتيف ستيج، قلت تتم عمليه الالتهام او البلعمه من قبل او من قبل الماكروفاج. تبدا عمليه شنو؟ تبدا عمليه التكاثر بالباينري ديفيجن. شو يصير هنا؟ راح تتجمع عندي مجموعه منين او اقول كور اوف ماكروفاج، هذا المكان اللي حقنت به الحشره حسب السبيشيز مالت الباراسايت. إذا ليشمانياتروبيك راح يكون هذا الكور أوف ماكروفيج، هاي المجموعة الحاوية لعاستيجوت راح تبقى لوكولايزد بالسكين مكانها وتنطيني حبة بغداد. واضح؟ سواء الحشرة سنجل بايت ملتيبل بايت، إذا مثلا سنجل بايت مثلا طت هنا أنا بالفيس أو بالمناطق المكشوفة من البادي مارك الراسية اللي تكون معرضة لوخز الحشرات، مثل تلاحظ أكثر من بايت أو بغداد هذا بويل بالوجه مالت الهوست، هنا اقول عنه مالتيبل بايت حقنت بكل مكان، فالاحظ ظهور هذا التجمع او الكور مالت الماكروفاج يظهر لي على شكل بويل او ليجن. هاي وين بالتينس ليشمانياسيس او بغداد بويل. بينما اذا كان البروماستيجوت بحاله الليشمانيا دونوفاني ايش راح يكون؟ وين تارجت هذا الكور اوف ماكروفاج اللي تكون لمجموعه من الماكروفاج اللي تكونت؟ راح ياخذها السيركوليشن لمختلف او الاعضاء المختلفه من البادي مارك الهوست مثل الليفر السبلين الكدني الى اخره. وين ياخذها؟ يستمر بتكاثرها وينطيني الفيزرال ليشمانياسيس، يعني ما الى مكان محدد مثل الكيوتينوس ليشمانياسيس. اما في حاله يعني تريد منين تاخذ بايوبسي تلاحظ الاماستيجوت، من اي مكان تاخذ بايوبسي تلاحظ الاماستيجوت، بنفس الوقت تاخذ بلاد سامبل تلاحظ الاماستيجوت. لذلك احنا نعتمد عليها بلاد سامبل او نعتمد على سيرولوجيكال تيست ممكن يعطيها. ممكن تاخذ بون مارو اسبايريشن راح تلاحظ شنو؟ راح تلاحظ هذا بكثره متجمع الاماستيجوت او الماكروفاج الحاوي على الاماستيجوت. فهاي الأعضاء من راح تتحمل هذا الأعداد الزايدة من الماكروفيج الحاوي من للأماستيجوت؟ راح يسبب انلاجمنت أو انتفاخ للعضو. مثلا ألاحظ هيباتوميغالي سبلينوميغالي بنفس الوقت، شنو سبب هذا التضخم اللي يصير؟ بحيث دائما الأطفال تكون الأبدومن مالته عالية أثناء الإصابة بالليشمانيا دونوفاني. هنا هاي تجمعت الماكروفيج الحاوي على الباراسايت، تجمعت بهاي الأعضاء أدى إلى تضخمها، فهذا أقصد به الفيزرال ليشمانياسيس. بينما كيوتينوس ليشمانياسيس لا، استقرت بقت لوكلايز بالسكن وانطتني حبة بغداد، وهذا أتابع الديفلوبينج مالت أو الفورميشن مال بغداد بويل أو الأورينتال سور. أما بالنسبة للميوكوكيوتينوس ليشمانياسيس، طبعا انتبه صحيح ان انطن بروماستيجوت، بس شنو؟ بس الحشرة مختلفة، يعني هنا صح ساندي فلاي بس راح تكون فليبتوماس وباباتاسي بحالة من بحالة الليشمانيا تروبيكا. فتلقائيا باباتاسي انطت هاي او الفليبتوماس انطت البروماستيجوت، ايش راح يصير به هذا البروماستيجوت؟ يستقر هالشكل ويصير له انجولفيشن باي ماكروفيجز وينطيني كور اوف ماكروفيجز في هذا المكان اللي حقنت به الحشره، مباشره ينطيني الليجن او بغداد بويل هالشكل. بينما اذا حقنت اللي هي لتزوم سوري فليبتوماس ايرجفتس انطت هذا البروماستيجوت كانفكتيف ستيج، لا ايش راح يصير بعد عمليه الانجولفيشن؟ بعد عمليه الانجولفيشن راح ياخذه وين؟ راح ياخذه ويا سيركوليشن الى ديفرنت اورجان من البادي مارك الهوست، فينطيني الفيزرال ليشمانياسيس. اما السبيشيز الاخر الميوكوكيوتينوس ليشمانياسيس او الليشمانيا برازيلنسيس، هنا الناقل شي يكون الحشرة او الساند فلاي راح تكون لزوميا اللي هي شائعة بالبرازيل او بمناطق من امريكا، تنطيك البروماستيجوت. هذا البروماستيجوت من يكمل شنو؟
من يكمل او كور اوف ماكرو فيش تكمل لمجموعه. طبعا هنا هاي شائعه، المنطقه تكون احمرار وانتفاخ منطقه الحقن مالت الحشره. ممكن هنا هذا الانتفاخ ده هو مو لوكلايز بالسكن، يعني ما راح ينطيك ليجن بعد فتره او مرور شهرين مثلا، مرور شلون ما نقول حسب الانكيوبيشن بيريود مالت الباراسايت، هنا فتره ويختفي بمن باي حاله، بحاله الميوكوكيوتينوس والفيزرال ليشمانياسيس. بينما ديفلوب تو بغداد بويل او ليجن ينطيك بحاله الكيوتينوس والليشمانياسيس. ليش؟ لان انا قلت بقى بهذا المكان واستمر. بس تقول انت شلون اميزها انا؟ هل كل ليجن تطلع لي انا اميزها تكون هي حبه بغداد؟ لا، هنا يعني تعرفها ان سكت مع تلقائيا، يعني شلون كم خل نذكر اقل شلون ما نقول تقدير لها. بالعاده من تظهر عندك فد ليجن معينه بالبودي مالتك او بالمناطق المكشوفه من البودي، تحاول تستخدم مراهم، تحاول تستخدم كريمات، جاي شوفها ما تنطيك نتيجه، وبالعكس جاي تتطور. ليش؟ لان ما تفيدك هنا اختلاف السورس اوف انفكشن، اكو باراسايت بداخل هاي الليجن. فش راح يكون هنا؟ يحتاج لتريتمنت معين اللي هو البنتوستام وان كونديشن، يعني شلون ما نقول لوكال انجكشن، حتى شلون حتى يقتل هذا الاماستيجوت الموجود على حافه الليجن وتخلص من الاصابه. ليش؟ لان انت من تظهر لك وتهملها وتبقى انت تستخدم كريمات ومراهم وما عرفت السورس مالتها او بدون مراجعه الطبيب المختص، ايش راح تكون؟ راح تترك لك اثر او سكار يبقى موجود دائما. بسبب شنو؟ بسبب هذا الاثر اللي تركه الطفيلي. لذلك احنا نقول بدايتها يتم الكشف عنها حتى اتخلص من يعني حتى اتخلص من السكار الناتج من الليشمانيا تروبيكا او اللي تركته الليجن بالنهايه. بينما ارجع للميوكوكيوتينوس ليشمانياسيس، لا تارجت للسوفت تيشو اوف وات اوف ريسبيراتوري سيستم، يعني راح يتحرك بهذا المكان مثلا النوز اير ويستمر الى للاخير. والاحظ شنو؟ الاحظ دامج للنوز مالت، يعني شلون ما نقول انفه كله طاير. ليش؟ لان هو صحيح راح يكون شلون ما نقول يكون لك ليجن، شلون من كونت لك حبه بغداد؟ لا، هنا راح تكون الليجن تكون اعرض واعمق بحيث يستمر للتشو للتارجت السوفت تشو بالتحديد. فهنا تلاحظ مثل ما نقول انفه متحطم البيشنت، بالتالي تحطم يسبب او اوبستراكشن للسوفت تشو. نهايتها راح يكون ستارفيشن بعد ما يقدر يبلع او ما يقدر يكمل بالستوري يؤدي الوظيفه المناسبه للريسبيراتوري سيستم. فديد اند للبيشنت وذ يوتا او اسبونديا اسميه والميوكوكيوتينوس ليشمانياسيس. فهنا ثلاثه هنا السبيشيز، هذا الطفيل اللي جاي يتكاثر بحريته سواء بالليشمانيا تروبيكا، ليشمانيا دونوفاني، اند ليشمانيا برازيلنسز، باي ستيج بالاماستيجوت. ثلاثه منو اللي كان انفكتيف ستيج حقنه الحشره باي نوع من عتها؟ هو البروماستيجوت. اكتمل هنا سواء كانت كيوتيناس او ميوكو كيوتيناس او فيزرال ليشمانياسيس، عندي موجود أماستيغوت، موجودة الحشرة أيضا ترجع تتغذى. إيش تأخذ ويا وجبة الدم؟ هيومن وعنده أماستيغوت، سواء عنده كيوتينوس ليشمانياسيس، فيزرال ليشمانياسيس، أو عنده ميوكوكيوتينوس ليشمانياسيس، إيش تأخذ من عنده ويا وجبة الدم؟ راح تأخذ الأماستيغوت. هذا الأماستيغوت طبعا بالمدقط الحشرة راح يتحول المن للبروماستيغوت ويتكاثر بالباينري ديفيجن. اذا تلاحظ قلنا فقط اسكشوال مالتيبليكيشن، هذا زاد عدده يتحرك للبروبوسز او الخطوم مالت الحشره، تكون الحشره جاهزه فور انفكتد نيولي وان هوست، تنقله او تتغذى. لان هي الحشره ما تعرف انه هي عندها بروماستيغوت، لا، بس هي تتجه للممص. شنو الغرض؟ الغرض ان تاخذ وجبه الدم،
مثلا هنا راح تحقنا وين هذا البروماستيجوت كمل الديفلوبينج مالته، راح تاخذه وين تحقنا بالهيومن كمامولز بصفها رات موجوده، راح تغذت من الرات، انطت للرات، تغذت على المايس، تغذت على الدوغ بنفس الحاله تنطي بروماستيجوت، او ممكن مثلا بقيه الشون ما نلاحظ موجوده بقيه المامولز مثلا هنا للتوضيح انك هيومن، بس بقية المامولز أو الفيرتبريت أيضاً راح تأخذ الليشمانيا. فهنا الحشرة باعتبارها تتغذى على البلاد مالت المامولز راح تأخذ الأماستوجوت منين؟ من أي مصدر من المامولز ويتكاثر بداخلها بروماستيجوت. بعدها من يكمل بروماستيجوت تبدي تحقنه كل وين ما صار إلها مجال تتغذى أو تستفاد وجبة دم هيومن بنفس الوقت شنو مايس رات دوغ. لذلك نلاحظ شنو انه الليشمانية عتها ريسوفر او عتها خوازن، يعني مثلا خلينا نقول هنا هسه مدينة الناصرية خلينا نقول خالية تماما من حبة بغداد، صدفة فجأة مثل اللي صار ب 17 سنة 2000 سوري سنة 17 سوري شنو اللي صار؟ اللي صار انه انتشرت فجأة حبة بغداد صارت ابدمك بالناصرية سيتي. هنا مين اجت الاصابة؟ اجت الاصابة انه عندنا عندها ريسيفوار ال الليشمانية اللي هي دوكس، وعندنا الرات المايس وغيرها من الرودنتس. فهنا من تكاثر الحرمس توفرت له بيئة مناسبة، طبعا هو بحضائر الحيوانات يكثر هناك يتغذى، وين ما تكونت المواد العضوية راح يكثر الحرمز بالمناطق الزراعية، يكثر الحرمز يتكاثر، فهذا الحرمز يبحث عن وجبة الدم، ياخذ وجبة الدم، فش ياخذ وياها؟ ياخذ وياها أماستيجوت، فهذا الأماستيجوت يتكاثر إلى بروماستيجوت، مستمر الحشرات تحتاج وجبة الدم، سبيشال الفيميل جاي يقول، فهنا الفيميل جاي يسوي؟ رجعت تتغذى، هنا تكاثر بداخلها وهي مستمرة تاخذ وجبة الدم، فهي عتها بروماستيجوت اجت للهيومان تغذت. ودائما تلاحظون مثلا في المناطق الريفية يغطون الأطفال بقطعة من التور أو القماش نسميها يحافظون عليه من الحشرات، هاي نقصد بها من الحرمز وغيره وخسه، يعني هي مو فقط تسبب لي إزعاج نفسي، لا بنفس الوقت هي ناقل للمايكروبس أو الجراثيم من ضمنها شنو أو البروتوزوا من ضمنها البروماستيجوت أو الليشمانيا. فهنا راح يكون البروماستيجوت هو الانفكتيف ستيج with the bite of insect based on different three species like الليشمانيا تروبيكا، الليشمانيا دونوفاني and الليشمانيا برازيلنسيس. هنا نلاحظ أيضا هنا شلون الانسكت جاي تنطي بروماستيجوت، صارت عملية انجولفيشن فعل الماكروفيج تحول للأماستيجوت وتكاثر بالباينري ديفيجن. ليش؟ لأن قلنا هذا الأماستيجوت ماكو فلاجيلا ماكو مين اوف موفمنت، فيكون اوبليجيتوري انتراسيلولار يتكاثر بهالشكل، هذا زاد عدده هذا سوتابل نمبر داخل هل هو 24 25 80 عدد. فهنا ايش راح يصير من يكمل او يكثر بالماكروفيج منتهى؟ لا يصير رفتشر لهذا الماكروفيج، وهاي المجاميع ايضا راح ياخذها شنو ماكروفيج جديد ويزيد، واحنا بهاي الطريقه يزيد عندنا عدد الماكروفيج. شلون قلت كور او مجموعه من الماكروفيج هذا وين راح يتم؟ هذا يتم بالبدايه بالمكان الحقنته الحشره بالتحديد، تبقى هذا الكور أو المجموعة هنا وين راح يكون مصيرها؟ قلت إذا هي الليشمانيا تروبيكا راح يكون لوكالايز بالسكن هذا كله، بينما الليشمانيا دونوفاني أو فيزرا الليشمانياسيز راح يتحرك ويا سيركوليشن يسهل للانتقال يستقرب ديفرنت أورجان من البادي مالت الهوست. أما ميوكو كيوتينوس الليشمانياسيز أو الليشمانيا برازيلنسيز لا راح تاخذ circulation أو target soft tissue من ال respiratory system. Causes of spondia أو UTI أو mucocutaneous leishmaniasis ك scientific name.
فور ديزيز. فهنا اكتمل عندي بالهيومن او بالمماس بشكل عام كاماستيجوت، موجوده ايضا الانسكت وذ بايت اوف انسكت، طبعا تكون بيرسينج سكينج ماوث بارت الانسكت، هنا تكون سبيشالي فيميل. ليش تثقب وتمتص بنفس الوقت؟ اجزاء فمها شبيهه تكون بيرسينج سكينج، يعني ثقبت ومصت بنفس الوقت او امتصت ويا وجبه الدم، تكون حامله للاماستيجوت. فبالمدقط مالت الحشره هذا الاماستيجوت يتحول للبروماستيجوت ويتكاثر بالباينري ديفيجن ويتحرك للبروبوسيس مالت الحشره وتبقى جاهزه فور انجكشن نيولي وان هوست. هذا شكلها الانسكت، نلاحظ شكل الحشره اثناء التغذيه، كنا بيرسينج سكينج ماوث بارت، نلاحظ حركه الوينج وشكل الابدومن ممتلئه، نلاحظ منطقه الثوركس، طبعا منطقه التوازن بالحشره هي تكون منطقه الصدر او الثوركس. جسمها يتكون من الهيد اللي يحاوي على الكومباوند اي، كومباوند اي اقصد بيها مو مثل الهيومن سمبل اي، كون الايز مالت الانسكت من نوع الكومباوند اي تحوي اكثر من عدسه، ممكن يوصل حتى من 600 الى 1000 او 4000 عدسه بالعين الوحده حسب السبيشيز مالت الانسكت. واقول عنها انسكت او حشره باعتبارها هكسابوده او سداسيه الارجل. هاي توضح لي الساند فلاي، هنا نلاحظ الدوغ ايضا من الممالس ويعتبر ناقل او ريسيفر لل ريسيفر لل او كسوتابل ميديوم لتكاثر الاماستيجوت ستيج. فتلقائيا يعني هنا من يكثر الحرمس او الساند فلاي، من يكثر تتهيأ للظروف المناسبة راح يبدي يتغذى على المامالس. ليش؟ لأن احنا نتوقع مثل ما عندنا هيومن المفروض إذا يتغذى على هيومن عند ليشمانياسيس شو ياخذ منه؟ ياخذ منه أماستيجوت. نفرض مثلا ما تغذت هي، فمن جاء مصدر الإصابة؟ مصدر الإصابة راح نتوقع أنه هو من الريسيفور، تغذى بنفس الوقت على الريسيفور، أخذ أماستيجوت وأصبح هذا شلون ما نقول مثل الناقل الساند فلاي او الحشره تكون جاهزه لنقله للهيومن. هالشكل الحشره من تنطي البروماستيجوت، هنا البروماستيجوت بالانجولفيشن راح ياخذ الماكروفيج يتكاثر بالباينري، طبعا يتحول للاماستيجوت ويتكاثر بالباينري ديفيجن بهاي الطريقه الى ان يتكون عندي كوره او مجموعه من الماكروفيج الحاوي على الاماستيجوت. هنا كل هاي العملية تتم بعدها بالسكن بالمكان اللي حقنت به الحشرة. فهنا إذا كانت قلت كيوتينوس ليشمانياسيس فهو لوكلايز بالسكن وراح ينطيني بغداد بويل أو سميتها كيوتينوس ليشمانياسيس، هاي الليجن هالشكل الموجودة. أو بحالة الفيزيرال ليشمانياسيس أو الدونوفاني راح نلاحظ حركة هذا الكور يتحرك خلال البلاد فيزلز والى اورجان مختلفه من البادي مالت الهوست. اما بالحاله الثالثه او الكيوتين ميكو كيوتينوس ليشمانياسيس نلاحظ السوفت تيشو من الريسبيراتوري سيستم بالاضافه للاير كلها من هنا شلون ما نقول مستهدفه من قبل الباراسايت يتكاثر بها. بس قلت انه الليجن هنا راح تكون اعرض وأعمق مقارنة بحبة بغداد، بس هو نفس الميكانيزم بالنسبة للأوبستركشن أو الدمج. تكون هنا الأماستيجوت بكل الحالات، جاهزة الحشرة أن تأخذه ويا وجبة الدم. بعدها يتكاثر للبروماستيجوت داخل الحشرة وتنقله إلى another mammals أو vertebrate host. بالنسبة لكيوتينوس ليشمانياسيس مثل ما ذكرنا من تحقن الحشرة بروماستيجوت بهالشكل يتكون عندي بعد ما يصير العملية انجولفيشن بالماكروفيجز وعندي كور اوف ماكروفيجز حاوي عليه من حاول على الاماستيجوت. هذا يصير لعملية اغانثوسيس بواسطة سيلولار انفلتريشن، بعدها راح يصير
ulceration أو necrosis. بعدها secondary infection كون معرض مفتوحة طبعا الليجن معرضة وتكون أما ويت أو دراي حسب السب سبيشيز، هل هي ليشمانيا تروبيكا ميجر أو ليشمانيا تروبيكا ماينر. ميجر قلت إنه هي راح تكون ويت، تكون معرضة هنا الليجن في هاي الفترة بالتحديد تكون معرضة لل secondary infection من ملوثات الهواء اللي هي الفطريات. بعدها راح هاي الفترة راح يصير لها عملية جرانيوليشن، يعني هذا التيبيكال فورميشن، يعني ممكن يجيك البيشنت بهاي الصورة وصل هاي المرحلة، ممكن يجيك البيشنت وصل هاي المرحلة، ممكن البيشنت بهاي المرحلة بعد تجمعت الخلايا، ممكن واصل لهاي المرحلة. يعني شلون ما نقول هي هنا أقصى المراحل هي للمراجعة، وهنا نفس الحالة استمرت كلها تلقائي، يعني من بعد ما تم الإصابة من شهرين إلى سنة ممكن أن تختفي بشكل تلقائي. ذكرت بقى فقط يبقى السكار أو الندبة الموجودة أو الأثر مكانها. هاي نعم مثل ما نلاحظ بغداد بويل هالشكل، هنا ألاحظ واحدة وهنا ألاحظ أكثر من ليجين موجودة. هنا شنو الاختلاف؟ هذا أقول عنه سنجل بايت هالشكل، سنجل بايت. هذا أقول عنه ملتيبل بايت، يعني هاي الحشرة تغذت هنا براحتها، تغذت هنا، تغذت هنا، تغذت هنا، حقنت، تغذت هنا، تغذت في هذا المكان أيضا، هنا أنا تغذت بس في هذا المكان وراحت. هنا نفس الحالة وهنا نفس الحالة، وقلنا دائما هاي الإنسكت تستهدف المناطق المكشوفة من البودي مالت الهوست، فنلاحظ أكثر المناطق تعرضا البغداد بويل أو اللس أو التغذية أو شلون ما نقول الاستهداف من قبل الحرمس أو الحشرات هي المناطق المكشوفة مثل الأيدي، الذراع، الأرجل، الوجه إلى آخره. فنلاحظ في هذا المكان يكثر، وبقى حسب تغذية الحشرة هل single bite أو multiple bite. هنا إذا لاحظ كمقارنة بين الليشمانيا تروبيكا ميجر وماينر، فقلت إنه تكون دراي بحالة ميجر وحالة الماينر، بالإضافة لاختلافات باللوكيشن، اختلافات مثلا تكون تشيع بالرورال سيتي ميجر مقارنة بالماينر، الريسيفور هوس اللي تستخدمه مثلا الرودنس راح تكون اكثر بالنسبه للليشمانيا تروبيكا ميجر. يعني اذا شاعت ميجر هنا نتوقع الاصابه اجتنا من الريسيفور اللي هو اللي ايش يكون الرودنس، بينما اذا شاعت عندنا الليشمانيا تروبيكا ماينر لا ويا رودنس نوع آخر مثل الدوغز وغيره أيضا موجود. هنا بيش يفيدنا وإذا عرفنا مصدر الأصابة، أنا من أعرف السورسز ممكن كنترول، ممكن أقضي على الريسيفر، ممكن أستخدم إنسكتسايد، ممكن أستهدف أماكن تجمع الحشرات بالإضافة أقضي على الستري دوكس أو المصدر الرئيسي للأماستيغوت والبروماستيغوت بالنسبة للإنسكت. الديتكشن أو الدياغنوسيس بحالة الليشمانيا تروبيكا أكيد راح يكون سكين سكرابينج، أو ممكن مثلا هاي الليجن هالشكل على الحافة مالتها أسوي تطويف بنورمال سلاين على سبيل المثال، وأقدر أسحفها وأفحص هاي الكمية اللي سحبتها وألاحظ الأماستيغوت كدياغنوستيك ستيج. بالنسبة أيضا ممكن أطبق هاي التقنية في حالة الميوكوكيوتينوس ليشمانياسيس، بينما بحالة الفيزرال ليشمانياسيس لا ما يفيدني السكن كونها فيزرال، راح يفيدني البون مورو اسبيريشن، راح يفيدني مثل مو ما يفيدني البلاد سامبل ولا التشو بايوبسي. لا انا ما دام عندي بون مورو اسبيريشن وسيرولوجيكال تيست اقدر استخدم هناك، ممكن او حتى اخذ فد بايوبسي معين، ممكن انا اخذت البايوبسي هو مكان ما موجود به الباراسايت، وبهاي الطريقة راح أذي البيشنت أو حصلت على عدد قليل هو ما مناسب للتشخيص من الباراسايت. فبهاي الطريقة
لا راح ألاحظ أماكن تجمع الماكروفاج الحيوي على الباراسايت أكثر شيء راح يكون بالبون مارو، لذلك بون مارو أسبيريشن هو سوتابل للمايكروسكوبك ديتكشن للشمانيو دونوفاني أو كأماستيغوت ستيجز. بس هنا راح هو هم أسألكم سؤال، من ناخذ بون مارو أسوي بون مارو أسبيريشن إيش قد الكمية اللي آخذها، وهل بالإمكان يعني شو ما نقول أعيد هذا التشخيص أكثر من مرة؟ هذا أيضا سؤال يبقى موجه لكم باعتباركم فيزيشن أو أطباء تعرفون خصوصية هاي السامبل مقارنة بالبلاد سامبل واليورين سامبل والسيمينال فلويد أو السكين سكرابينج، فالتوضيح يبقى لكم كديوتي. هنا بعد قلت ما ألاحظ أو أخذ هنا هاي السامبل المختلفة، طبعا مثلا ممكن أستخدم صبغة مناسبة لاحظ هذا الاماستيغوت ستيجز. ايضا عندنا سلايدات بالمختبر، انت من تلاحظ دائما الطالب وين يتجه، هسه هذا كله هو ماكروفيج وهاي نواته، الطالب وين يتجه؟ يتجه هنا هالشكل، لا هاي نواه الماكروفيج وهذا بقيه تركيب الخليه، فهنا هذا الاوفال شيب اقصد به الاماستيغوت. فهنا مثل ما تلاحظون قلت الاماستيغوت يعني تحدد هذا المكان، عندك هنا كاينيتوبلاست وعندنا النوكليوس، هذين هنا نقطتين هسه هالشكل، هذا كاينيتوبلاست الصغير وهنا بوستيرير النوكليوس. اذا اجي هنا هالشكل هذا الجزء الدائري هو عباره عن اماستيغوت، كاينيتوبلاست يعني دائرتين او شو ما نقول مثل البقعتين، واحده صغيره وواحده اكبر منعتها ملتقيات، منعتين اقدر اتجه هنا هسه اذا نلاحظ واحنا مو نقول من يكمل يصير له رابتشر، فذني مثلا جات من الرابتشر هالشكل نيوكليوس كاينيتوبلاست، نفس الحاله هنا هذه هالشكل، هذا موجود هذا موجود هالشكل، هنا اقول بوزيتيف وود لشمانيا سبيشيز، انا حسب السامبل اللي اخذته هل البيشنت اجاني بغداد بويل فيزرال ليشمانياسيس، طبعا الكلينيكال مانيفستيشن هي اللي راح تعطيك انديكيشن، يعني انا مو عندي فيزرال ليشمانياسيس وراح انطي سكين سكرابينج او اسوي له اسبيريتد فلويد من السكين، لا يختلف ابو الفيزرال ليشمانياسيس عن الميوكوكيوتينوس ليشمانياسيس، تلقائيا لا يجيك شلون ما نقول اوبستراكشن بشكل كلي للجزء السوفت من النوز أبو الاسبونديا أو اليوتر. هنا نذر هنا بسنة 2017 من انتشرت الإصابة بالناصرية سيتي، يعني هاي الصور من مدينتنا مثل ما تلاحظون السنجل بايت هالشكل، دائما قلنا تستهدف المناطق المكشوفة هالشكل. أيضا هنا شنو التأخر؟ هذا بسبب الإهمال، إهمال الليجن من تظهر، تعامل وياها كأي ليجن موجودة وهو هذا مو صحيح، بالتالي شنو راح يترك قبل الأثر، طبعا راح يترك فد psychological effect أو أثر نفسي بسبب هذا التشوه الموجود، بينما معرفتها من البداية لا ممكن يغنيك عن هذا الاسكار اللي تركه الباراسايت. مثل ما لاحظ هنا انجكشن للبتنوستاميتيم او صوديوم ستايبو جلوكونيت هالشكل كأنتي اماستيغوت، والحقن يكون هالشكل على حافة الليجن، هنا هالشكل يحقن يحقن يحقن، هنا راح يقتل. ليش؟ لأن الباراسايت مو متجمع بهاي المواد الملوثة حتى بها سكندري انفكشن، لا هاي المناطق هنا راح يكون متجمع الاماستيغوت، فالحقن الصحيح راح يتم هنا ويستمر، يستمر بالحقن هالشكل، وهنا ايضا يستمر بالحقن هالشكل، وبالتالي يخلص من الاصابة. واذا كانت هنا هاي بالنسبة سنجل بايت، اذا كانت مالتيبل بايت مثل هنا ايضا موجودة وحدة نفس الوقت ايضا يسوي لها حقن، موجودات 10 يحقنهن 10 هالشكل. البتنوستام هو الدراج اوف تشويس هالشكل مثل ما تلاحظون، طبعا هذا العمل من قبل زملائكم
الأطباء أو حتى أحيانا نشتركه بالعمل جزء من طلابنا. حقا هنا المادة localized للسكن باع هنا شلون هالشكل، هذا كله الحقن كأنتي أماستيغوت، لأن ماكو شلون ما نقول ما يفيد أي كريم أو مرهم. ليش؟ لأن أنا قلت عندي هنا طفيلي جاي يتكاثر، المفروض أخلص من الطفيلي. شلون نلاحظ حالة المريض هذا مستخدم مواد من عنده إلى أن متطورة الليجن إلى شكل غير مرغوب به. ناها الشكل مثل ما تلاحظ أنا حقن localized للسكن كأنتي أماستيغوت، أنتي أماستيغوت. نا هالشكل أيضا نفس هنا زميلكم شلون هالشكل جاي يحقن موجودات 10، يحقنهن 10 مو يحقن وحدة وانتهت. لا، بالنسبة للفيزرال ليشمانياسيس قلت ممكن هنا بسبب تجمع الماكروفيج الحاوي على الباراسايت، قلنا أخذه بالانجولفيشن حتى يسهل عملية انتقال للسوتابل أورجان، وكان فيزرال بحالة الليشمانيا دونوفاني، فيؤدي إلى سبلين أوميغالي بحالة السبلين، هيباتو أوميغالي، لنفادينوباثي أيضا بنفس الوقت. ميوكوكيوتينوس ليشمانياسيس نفس الطريقة اللي تكونت بها الليشمانوما أو بغداد بويل متشافها، بس قلت هنا تارجت أكثر للسوفت تيشو من الريسبيراتوري سيستم، وتكون هنا الليجن أعمق أو أعرض مقارنة بالليشمانيا تروبيكا. هنا نلاحظ هذا البروماستيغوت، من نحصل البروماستيغوت؟ ما حصله من الهيومن، يعني من يجيك بيشنت عنده حبة بغداد أو فيزرال ليشمانياسيس أو كيوتينوس، لا هذا تعامل وياه أماستيغوت. بينما بروماستيغوت فقط من الإنسكت. فمن حصلنا هذا السلايد؟ طبعا ناخذ الماوس بارت نهرسها ونحضر هذا السلايد ونصبغه. ألاحظ البروماستيغوت موجود، شنو الغرض من عيتها؟ الغرض إذا أريد أتابع مثلا عندي لغرض الكنترول، أريد أتابع عندي حبة بغداد هاي الفترة موجودة، أروح أفحص الحرمز الموجود حتى أستخدم إنسكتسايد للكنترول، أو ممكن يتجمع بيوت الطين هاي الكلي هاوس المفروض سنويا تهدم ويتم إعادة بنائها، أيضا إنسكتسايد للحظائر مالت الحيوانات هاي اللي يكون يجمع بها ويتغذى الحرمز أو الساند فلاي. بنفس الوقت المناطق الزراعية أو كاري الأنهار اللي هي راح تكون شلون ما تقول مستودع للحشرات الحرمز. فهنا من خلال متابعتها من مثل ما ذكرت كبروغرامز من قبل جهات معينة لمتابعة الحرمز، يعني أتابعه قبل ما توصل للإصابة للهيومن وسبب لمشاكل صحية. نعم مثل ما نلاحظ اللي هو متوفر السيرولوجيكال تيست أو الدبستيك بالنسبة للكلى أزار أو الفيزرال ليشمانياسيس. أيضا هنا نلاحظ الانجكشن، فهو ذكرت أنا كبريفنشن أو على مستوى كنترول ككنترول أجينست ساند فلاي، استخدم ممكن الانسكتسايد او ممكن قلت اخلص من الكلي هاوس او ممكن كاري للانهار او التخلص من المواد العضويه المتجمعه سواء بحظائر الحيوانات او غيرها من المناطق الزراعيه باستخدام المبيدات وغيرها من المواد الكيميائيه. بنفس الوقت بالنسبة للهيومن تلاحظون بالنسبة للمنازل ممكن استخدام مبيدات أو طارد الحشرات، أو بنفس الوقت ممكن إذا تلاحظون استخدام قطعة من ال شلون ما نقول القماش هذا إلى suitable pores، يعني فتحات أو ثقوب مناسبة، حتى كانت تتوزعها بالسابق على المناطق الموبوءة، يعني راح نشرح التريبانوسوما ونشرح الملاريا كونها أكثر خطورة. لاحظ WHO أو غيرها من المنظمات الصحية تقوم بتوزيع شلون ما نقول إحنا هاي الغطاء المناسب لمنع وخز الحشرات. ليش؟ لأن احتمال هذا مصاب تعطيه سوتابل تريتمنت إلي
ويرجع لك مريض مرة ثانية، طالما أنه الحشرة جاي يتعرض لها بشكل مستمر، لا هو يكون عرضة أكثر من مرة لوخز الحشرات. وقلنا عدها قدرة على الإميون إيفيجن، وذكرت أنا شون مثلا الليشمانيا قدرتها على الإميون إيفيجن، أنه تكاثرت بداخل الماكروفاج نفسه، أوهمتها أنه هو جسم غريب إجل التهمها وتكاثرت بداخله، يعني بقى هذا الماكروفاج يتحرك حرية بالبلاد ستريم وحامل بداخله الأماستيغوت أو الباراسايت كأوبليجيتري انتراسيلولار. ما يخص الليشمانيا بثري سبيشيز، وأتمنى لكم التوفيق. Good luck.